معي عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي مبارك العتي. أهلا ومرحبا بك أستاذ مبارك. يعني تحرك قبلي بهذا الحجم على الحدود القطرية مع المملكة العربية السعودية لا شك أنها رسالة للنظام القطري، لكن ألا تعتقد أن حجم القبيلة وأثرها على الداخل يحتمل أن تكون الرسالة ربما موجهة إلى القبائل في داخل قطر بالتحرك رفضا للفوضى واختطاف الدولة وقرارها أيضا؟ مساء الخير. الحقيقة أن التجمع القبلي هذا يعطي عدة مؤشرات مهمة على سير الأزمة القطرية وتوجه حلولها. مؤكد أن المؤشر الأول أن المخزون البشري لدى الجزيرة العربية المعتمد على القبيلة الممتدة حقيقة على سواحل الخليج العربي وإلى داخل الجزيرة العربية يؤكد الترابط الواضح والوثيق الحقيقة بين أبناء هذه القبيلة الواحدة داخل المجتمع القطري ومدى تأثير هذه القبيلة، وخصوصا أن أصول القبيلة ومراء وشيوخها يعودون بالولاء والانتماء للمملكة العربية السعودية. ويؤكد أن أطراف هذه القبيلة بالداخل القطري لها دور ستتصدى له في محاولة إعادة موازين القوى في المجتمع القطري، وإعطاء إشارة قوية لحاكم قطر تميم بأنه لن يسمح له بالاستفراد بالقرار ولن يسمح له باختطاف قطر أكثر مما اختطفها والذهاب بها إلى المجهول وإلى السواد الذي يخشى عليه حقيقة من أن تذهب قطر رقمة صاغة لأعداء المنطقة ولكل من يتكسب من أزماتنا. مؤكد أن تجمع هذه القبائل أعطى إشارة قوية لزعماء القبيلة التي سحبت منهم الجنسية القطرية بأننا معكم ونحن صفا واحدا، يؤلمنا ما يؤلمكم من الإجراء الذي أقدم عليه تميم بسحب هذه الجنسية من بعض أفراد هذه القبيلة وسحب حقهم الوطني حقيقة، رغم أن الجنسية القطرية يعني لا تعتبر يعني تقدم أو تؤخر بقدر ما هو حق وطني لكل مواطن يتمتع به، فلذلك لا بد التأكيد على هذا الحق الوطني لكل فرد من الأفراد. وأرادت القبيلة التأكيد على أن ما يؤلمكم في قطر هو يؤلمنا هنا، ويجب أن تنتفض القبيلة لأبنائها في كل مكان، والتي أكدت الحقيقة من تجمعها الكبير والمهول الحقيقة الذي جرى الليلة الماضية والذي جرى أيضا قبل شهر من خلال تجمع قبائل اليوم، أكدوا من خلال أنهم يقفون مع الشيخ شافي أمير شامل الهواجرة والشيخ طالب لهم أمير شامل المرة، يؤكد بالفعل أن قبائل الجزيرة العربية هي على قلب رجل واحد، وتؤكد ولاها وانتمائها للمملكة العربية السعودية. طيب أستاذ مبارك، أنت في بداية حديثك أشرت إلى أهمية القبيلة في النظام السياسي والنظام الاجتماعي أيضا، ولا أحد يملك أن يقلل من شأن هذا التجمع الهام، لكن مراوغة النظام القطري تجعلك لا تستغرب الإنكار ومحاولة أيضا الالتفاف على شرعية القبيلة ودورها، هذا ربما لا يكون مستغرب، لكن ما رد الفعل المتوقع الآن من نظام الدوحة؟ مزيد من التضييق، مزيد من التعسف، أم الغازات السامة؟ حقيقة أن أولى المؤشرات التي أنا رصدتها شخصيا اليوم هو تناول أو تعاطي الإعلام القطري مع هذا الموضوع الخطير والهام جدا، وأراد الصحافة القطرية التقليل منه مما يؤشر ويؤكد أنهم رصدوا هذا التجمع بعين من الريبة والخوف، وهم يدركون أن مثل هذا التجمع على مرمى حجر من الحدود القطرية هدفه إبداء أننا صفا واحدا لمصلحة أمن قطر وشعب قطر الشقيق. بالتأكيد على موضوع مهم جدا، وهو أن التركيبة في دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا كلها تعتمد أيضا في تحركاته وفي انتمائه على موضوع القبيلة، ويستحيل على نظام تميم أو نظام الحمدين القفز على موضوع العنصر القبلي في أي في إدارة شؤون الدولة، وهو عندما سحب جنسية زعماء قبيلة بني هاجر أو بني مرة هو خوفا من هذا العنصر الكبير في المجتمع القطري، وبالمناسبة الآن بني مرة يمثلون ثلث السكان القطريين. لكن أين تقف هذه القبائل من التهديد الذي ورد على لسان مستشار أمير دولة قطر قبل حوالي شهر
من الإبادة بالغازات السامة، وأن هذه التجمعات القبلية وأن بلغت 10 أو 20 أو 100 ألف لا تعني شيئا للنظام السياسي الحاكم في قطر. هذا حقيقة من الدواعي التي يجب التوقف عندها كثيرا، ويجب أن يحاكم مثل هذا هؤلاء الأشخاص الذين يتلاعبون بالألفاظ غير مدركين أن شعوبنا هي شعبا واحدا وقبيلة واحدة، ونفخر وننتمي بأننا أبناء قبيلة واحدة هي قبيلة السلم والسلام والأمن والأمان لكل دولنا الخليجية. مؤكد أن قطر وسلطات الدوحة ترصد كل ما يحدث بعين الريبة، وهي متخوفة جدا من الخطوات التي اتخذتها الدول الأربعة وتحديدا المملكة العربية السعودية في مسألة إبداء تلاحم الشعوب مع بعضها البعض، أن هذه الشعوب بيدها أن تغير الأوضاع داخل المجتمع القطري الذي بات يضيق ذرعا بالغرباء. شكرا جزيلا لك، وصلت الفكرة من الرياض المحلل السياسي مبارك العتي.